محمد أمين فخفاخ رياضي تونسي اختص في رياضات كمال الأجسام نهار 9 فيفري باش تصير مسابقة مستر أولمبيا برو في تونس العينين الكلها على الرياضي هذا محمد أمين استقبلنا بحذاه باش نفهموا كيفاش يحضر رياضي المسابقة بالحجم هذا البودي بيلدر التونسي باش يحكينا على مسيرته كيفاش ياكل كيفاش يرقد كيفاش يتمرن شكون يقف وراه حياة أمين إذا كانت نجم تغري برشا شباب لأنها مبنية على الانضباط والخدمة والالتزام محمد أمين فخفاخ تلقاه معنا في متابعة خاصة ستة متاع الصباح نهار محمد أمين فخفاخ يبدأ بالمارش شكل جسمه يخلينا نفهموا اللي احنا مع الرياضي قاعد يعطي في برشا وقت لشي اللي يحب يعمله وراء البدن هذا برشا خدمة مارش على خاطر كي نعمل فوتينج الميتابوليزم يولي يخدم غابيدمون معناه ويولي يمثل الماس مسكولير أجان انت مازلت ما كليتش ومازلت ما عملت حتى شيء ما عندك حتى سورس دينيرجي دونك كي باش تعمل الكارديو نتاعك أجان البدن ما عنده حتى سورس دينيرجي ديريكتومون il va attaquer les couches graisseuses اللي زايده يعني بعد ساعة مشي البادي بيلدر نتاعنا يرجع الباردو للدار وين يسكن الرياضي يدخل وحده الكوجينة يحضر بنفسه ماكلته حط فلاش الكاميرا عظم كابتن كامبين وعشرة بلوندوف حضر ماكلتي وحدي على خاطر اول حاجه ما عندي ثقه في حتى حد باش يحضر لي ماكلتي كل سوا في الدوزاج مثلا نتاع الملح ولا نتاع حتى الفاح فهمت مثلا حتى على الميزان مثلا قلك ما عنديش ثقه في امي مش ما عنديش ثقه في امي اما امي مثلا تحن قلك ماهوش قاعد ياكل عنده برشا ولا تيميسال تريف زيت تلزم كي نقولوا 300 غرام سيكو 300 غرام 290 لا و310 لا محمد أمين في تواصل دائم مع المدربين متاعه هو بالنسبة لهم استثمار مهم اليوم هو في متابعة من ثلاثة أطراف المحاضر متاعه يتدخل في أقل تفاصيل حياته اليومية كمال هو اللي توا معاه عندي تقريبا عام ونص قدمت معاه في الديبل كده هو اللي يبعث لي الدايت متاعي نبعث له يعني نبعث له تصور يبعث لي الدايت متاعي كل صديق كل جمعة كل أربع أيام كل نهارين المهم انا نبعث له وهو يقول لي فهمت يعني نكمل بالدايت نتاعي يبدل الوجهه من بعد قاعه الرياضه امين يخدم كل عضله في بدنه بجديه كبيره برشا كل يوم نترنى هكا هذيك العيشه الروتين يتعب ويوجع يوجع في المخ اكثر منه في البدن وذاك علاش مش اي بودي بيلدر ينجم يكمل في الحكايه هذه على خاطر فما ناس ما تتحملش الوجع ما تتحملش الحرمان امين 29 سنه عنده عامين ونص كهو باش تحول من رياضي عادي لمحترف تحدي العشر سنوات يتفهم مليح مع امين ومع التصاور نتاعو امين يرجع للدار يلزمو ياكل كل ساعتين الماكله نتاعو بالاساس بازي على البروتين الماكله نتاعو اللي يميزها الابيض اما ابيض عظم والا الابيض في اللحم لحم الدجاج بالصدر من فوق ماكلتي في النهار تتكلف في الوقت الحاضر تتكلف تقريبا 60 دينار يعطيني في الدايت متاعي برشا سومون كي يبدا عندي سومون تولي توصل حتى 80 90 دينار شنو ما تصورش توا باش نبعث تصور كمال ليه ما عندكش الحق تصور ولا بالرسم سامحني زاد امين يتابع في تمارينه عبر الواتساب مع البريباراتور نتاعو كمال القرقني الموجود في تركيا البطل نتاعنا لازم يبعث تصور بدنه للمحضر نتاعو من غادي ياخذ كل التوصيات كل التعليمات ليك زي ما انت مازال في تطور ماشي الامور كويس الحمد لله تصور تبقى قبل الكومبيتيسيون حاجه سريه للغايه حتى حد باش يشوف انا في النيفو اللي وصلت له نحب الناس تشوفني على الستيج ديريكت ماكله تمارين نوم ثلاثه كلمات يستعملهم امين يوميا الكلمات هذوما يلخصوا محاور حياته والنوم هو ريكوبيراسيون البدن يرقد
والماكلة اللي تاكلها والبروتين وكيفاش ترانيت وكل وبتبيعته العضلة تنمو وانت راقد. لا قهاوي لا سهريات لا رياضات أخرى، خاصة أيام قبل المسابقة الكبيرة. البطل متاعنا يلزمه يعمل 12 ساعة نوم يوميا. عضلات ودفاع حاجة باهية في الصالة على البوديوم، لكن في الشارع في البحر كيف يتعدى أمين نظرات الناس تتركز عليه. وبدني كي شركة انفستيسمون، يعني باش تقدم ما تنجمش تنفستي في حاجة ونهار آخر ماهيش رونتابل. كيفاش رونتابل؟ لازمك يبدا عندك اوبجيكتيف، انت عندك شركة لازم عندك اوبجيكتيف باش توصل له. انا الاوبجيكتيف نتاعي ان شاء الله يعني بخو في اولمبيا كيما نتفرجوا فيهم وكل، وبقدرة ربي نوصلوا له ما عندناش حتى مشكل، شوية دوام وقليب اكثر. العشية الرياضي نتاعنا يحضر في روحه لاستئناف التمارين. قبل لازم امين يتغذى بالحاجة هذه البروتين. الرياضي العادي يحتاج جرام بروتين لكل كيلو من وزنه، لاعب كمال الاجسام يحتاج اكثر بمرتين وثلاثه مرات من الرياضي العادي. طفل صغير مره في سال سبور قال لي برافي باش نسالك، قال لي راو عندي بابا وصاحب بابا طبيب وراو قال له البروتين يضر، وانا شريت حكم في الدار مع طاحتها في بيته يا اخي بابا قال لي هذا وطيش لي في الزبله وقال لي ما عادش تمشي ترانا. يعني بالحق حاجات يصيروا في تورس مع تجرب. عندي تصويرة هذية في لندن، لندن متاع البطولة متاع أولمبيا اللي لعبتها في لندن. هذية سي كامل قرقني البريباراتور متاعي عزيز علي تصويرة هذي. عندي هذية الميداي اللي ربحتها في لندن دوزين بلاس أوبن مان بودي بيلدينغ لاد هيفي ويت، هذية أولمبيا بودي بيلدينغ إف بي بي برو. إن شاء الله كما جاب دوزيام بلاس عندهم في لندن ان شاء الله بريمير بلاس بعد جمعتين لهنا في تونس. التمارين ترجع وبفضل العضلات هذه وصل امين لمراتب متقدمه عالميا. امين عنده في مسيرته برشا القاب، اهمهم المرتبه الثانيه في مستر اولمبيا اي اف بي بي برو ليج. الجائزه هذه تحصل عليها عام 2018 في لندن. حتى لليوم حتى تونسي وافريقي ما وصل للمرتبه هذه. لهنا ساعه الحقيقه قدام المرايه، كل عضلة لهنا وراها برشا خدمة برشا انضباط وبرشا جدية. نظام ميليتير استنس بيه أمين النتيجة متاعه اليوم يراها بعينيه قدام المرايا. البوزين هو التناسق والجمال العضلي، معناتها تحط لي بوز نتاعك ولي موسكل نتاعك اون فالور مع تناسق وكيفاش بالتنسيق انت في لونشينمون اللي تعمل ولا في البوز اللي تعملها باش تعطي ايماج باهيه لبدنك والبروفيل نتاعك الكل للمتفرج وللجوري. محمد امين لافونتاج كيلا سي كيلا كي تري تري بون جينيتيك، دونك جو بار ديجا غانيون. معناتها انسان عنده اون بون جينيتيك le travail est beaucoup plus simple. بتبيع تونس سنة عام 2019 أول مرة تحتضن مستر أولمبيا في أفريقيا في تاريخ أفريقيا نهار 9 فيفري 2019. بتبيع أمين اليوم متاحت له الفرصة في بلاده، ما نش نضيع الفرصة هذه. في الدار أمين شخصية هادئة يتكلم شوية مع العائلة، تركيزه بالأساس على خدمته والقراب منه. استوعبوا الضغط هذايا وخاصة تفهمه. عمري ما كنت كونتر سبور نتاعي اللي تبع فيه، كنت ديما نشجع فيه، نحبه كي هو يحب حاجة يعملها مواظب عليها ويحب يواصل فيها نشجعه في مش علاش. أما ديما عندي المشكل أنا يمكن ديما عندي المشكل تاع التايمينج، يعني ديما نحب الأمور تاخو وقتها بشوية بشوية، فهمت؟ وهو يخدم 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 بتال مانيير يعني أوبجيكتيفمون. 9 فيفري أمين باش يكون موجود في تظاهرة مستر أولمبيا، تظاهرة اللي باش تصير في تونس. أمين من بين المترشحين الجديين للقب، استنى كل شيء حاضر من أجل منافسة شرسة، والأكيد أنه الوقت والإنجازات باش يخلينا نرجع نحكي مجددا مع أمين.